توفي محمود الفضائل خليلا، معلما أمضى عمره بذلا وتعليما. رحمه الله وغفر له، توفي هذا اليوم القارئ المبارك محمود خليل قارئ، بعد أن أمضى عمرا في تعليم القرآن. هذا المبارك تخيل معي أنه علم القرآن منذ أن كان عمره 14 سنة، منذ 14 سنة من عمره وهو معلما للقرآن، والجميع يذكره والله بخير ويثني عليه، وله فضائل كثيرة، منها حسن الخلق وكذلك حسن الأداء في ترتيل القرآن وكذلك حسن التعليم، فكل من درس عنده يشهد له بهذا الخير، فكان رفيقا بطلابه حنونا بهم، يحمل همهم ويسأل عنهم، وكان ممن أعطاهم الله الصوت الجميل في تلاوة القرآن، فمن سمع تلاوته عاش مع الآيات وتدبر معانيها وتأملها، فجزاه الله خير الجزاء، ولم يمت هذا المبارك وإن مات جسدا، هو لم يمت حقيقة بعطائه وبنفعه، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جناته جنات النعيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله عزاءكم أصحاب القرآن في كل مكان، وجمعنا بالمبارك الشيخ محمود خليل قارئ في جنات النعيم، ووفقنا لأن نمضي على خطاه في تعليم القرآن وفي خدمة القرآن وفي البذل لكتاب الله عز وجل. وهنيئا والله هنيئا هنيئا لمن توفوا وهم على العهد ماضون وإلى الله سائرون وعلى الاستقامة ثابتون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.